الحمد لله، هو دايما النادي الاهلي كده. يمكن احنا كنا لسه النهارده بنتكلم في ان اخر احصائيه عاملينها الشهر اللي فات 25 بطوله في شهر مارس بس، واعتقد الحمد لله لعيبه الاهلي دايما رجاله. والف الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبير، الف مبروك. الحمد لله كان يعني في اصرار كبير من كل الفريق والجهاز الفني، يعني احنا بنشكرهم كمجلس اداره وكلجنه منظمه. طبعا مبروك لعبد الله، احسن لاعب في البطوله الحمد لله، والجائزه اللي اخذها برضو قطب كانت يعني بالنسبه له مؤثره جدا. الحمد لله البطوله كانت صعبه، الشوط كنا كلنا مشدودين، بس الحمد لله ربنا كلل مجهود الجميع بالنجاح الحمد لله. الحمد لله بطوله رائعه، يوم حلو. كان عندنا النهارده ماتش هاند بول في الاسماعيليه، الحمد لله كسبنا، كملنا النهارده بالبطوله الحمد لله. يوم عدى بشكل رائع، تنظيم الحمد لله بشهاده الجميع الحمد لله تمام. الجمهور النهارده مظهر حضاري، الصلاه على الاخر، يوم حلو. هم شرفونا والحمد لله رجاله، وبطوله غاليه علينا، والجمهور شرفنا وكان ليه اضافه، واللعيبه كلها رجاله، وعبد الله عبد السلام معلم 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 في الملعب، واللي بيفهم تكتيك معين في اللعب وفاهم بولي كويس يعرف ان الراجل ده فعلا يعني في الملعب بيدورها. في مايسترو جوه الملعب وفي مايسترو بره الملعب، كابتن ميدو الحمد لله شرفونا وسهلوا علينا الماموريه الحمد لله. مبروك لينا كلنا، قناه الاهلي ايضا جزء مشرف جدا من هذه البطوله. احب اقول مبروك لجمهور النادي الاهلي كله، ولكن احب اشكر زملائي محمد الجرحي ومحمد الضماطي على بطولتين الحقيقه غايه في الاناقه وغايه في الاهتمام بكل تفاصيل التنظيم. فعلا فخوره بيهم، يمكن اول مره يكونوا متواجدين في مجلس الاداره، ولكن اثبتوا يعني ايه شباب النادي الاهلي يقدروا يقوموا بالمهمه. احب اقول ان احنا يمكن دي مش اول مره علينا، ولكن المره دي فرحه الحمد لله، فرحتين بطولتين ورا بعض. الاهلي دايما بيتوج بافريقيا، ولكن على ارضنا احلى بكتير، واحنا سعداء جدا بده.